أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. الشجرة التي أمامكم اسمها الشرشر، وكنا نعرفها بأنها طعام للأنعام، خاصة الإبل والبقر والأغنام. ثبت علميا أن هذه الشجرة ذات فوائد عظيمة، وأنها علاج فعال لأمراض الكلى. نبات الشرشر من أهم الأعشاب التي تعمل على علاج الفشل الكلوي، وتعمل على تقوية المبايض للنساء، ويساعد على تخليق حيوانات منوية جديدة عند الرجال، إذ يعتبر من أهم الأعشاب لعلاج العقم للرجال والنساء، وهو أيضا مدر طبيعي للبول، ويخفض من احتباس السوائل، ويزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء. الشرشر عرفناه ينتشر بعد نزول الأمطار، ويكثر في المراعي والصحاري والقفار. نبات الشرشر له فوائد عظيمة وكبيرة جدا، وقليل من يعرف ذلك، بل وقليل من يعرف هذه الشجيرة. ومن أهم فوائدها أنها علاج قوي للفشل الكلوي. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، ونسأل الله لمن ابتلي به الشفاء العاجل. وهي في نفس الوقت علاج فعال للعجز الجنسي ومشاكل الجنس ومبايض النساء. التي أمامكم في عام 1987 للميلاد، وهذه جزيرة العرب لا يوجد بها أي مساحة خضراء، ما هي إلا جبال وصحاري قاحلة. ننتقل للصورة التي بعدها. أما الصورة التي بعدها فلقد صورتها ناسا لجزيرة العرب في عام 1991 للميلاد، وهنا بدأت بعض المسطحات الخضراء، وهي قليلة نادرة جدا في هذه الصحراء الواسعة. ننتقل للصورة التي بعدها. أما الصورة الثالثة فكانت في عام 2000 للميلاد، وبدأت تظهر رقعة خضراء كما تشاهدونها أمامكم، واضحة تغطي الجزء الشمالي الغربي للمملكة. والآن ننتقل للصورة الرابعة. أما الصورة الرابعة فكانت في عام 2012 للميلاد، وأصبحت الرقعة الخضراء واضحة جدا ومتسعة بشكل ملحوظ، ويتوقعون أن تزداد هذه الرقعة في شبه الجزيرة العربية بناء على دراستهم وتوقعاتهم للسنوات القادمة. وللأسف لم أحصل على الصورة التي يتوجب ظهورها هذه الأيام في عام 2019 للميلاد، ولكن استخدمت كاميرتي في التصوير من أرض الواقع، وإليكم مقاطع من الفيديوهات التي تم تصويرها خلال الأشهر الماضية. لكن قبل الانتقال لهذه اللقطات، أحب أن أنوه إلى بعض التعليقات
التي كان يستغرب أصحابها من كلامنا في مثل هذه الأمور، وأنهم يرون مثل هذه الأمطار وخضرة الأرض هي أمر عادي، ربما قياسا على بلدانهم ومناطقهم التي يعيشون فيها. ولكن الحقيقة أنهم لا يعرفون أن أرض الجزيرة، جزيرة العرب، صحاري واسعة وقاحلة وجبال سوداء لا نبت فيها ولا شجر. ثم فجأة أصبحت الأمطار متوالية والأرض خضراء على غير العادة منذ قرن تقريبا وربما أكثر. وأما الذين هم في سن 40 أو 50 ممن يعرفون الجزيرة العربية فيقولون لم نشهد مثل هذه الأمطار ومثل هذه الأشجار الخضراء منذ أن خلقنا على هذه الأرض. والآن تعالوا معي لمشاهدة المقاطع التالية والتي تم تصويرها في خلال 6 أشهر الماضية أو 7 أشهر، أي تقريبا منذ بداية العام الهجري الجديد. مثل هذه المشاهد، هذا الموقع قريب منا، كان جبالا وصخور وها هو الآن مخضرة، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. شاهدوا هذه المنطقة، هذه المناطق خضراء كما تشاهدونها، والله منذ أشهر، منذ 2 شهر تقريبا، صخور جبلية قاحلة، والأراضي أصبحت بفضل الله عز وجل ورحمته خضراء، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. نتيجة للأمطار المستمرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة على الطريق السريع، ها هي الجبال مكسوة خضراء. وكنت أسافر بهذا الطريق ولا أرى إلا الجبال والصخور، شاهدوها الآن خضراء بفضل الله عز وجل ورحمته. فسبحان الذي يحيي الأرض بعد موتها، لا إله إلا الله. منذ 2 تقريبا لم تكن إلا صخورا. استوقفني هذا المنظر في هذا الجبل المكسو بالخضار، رأيت عددا من الحيوانات أو البهائم تتسلق الجبال. عندما يفكر أكثرنا في الجزيرة العربية فإن أول ما يخطر ببالنا الكثبان الرملية والشمس الملتهبة وندرة المياه، لكن في الماضي القريب كانت الجزيرة العربية مروجا خضراء وغابات تروى بأمطار غزيرة. لقد قام باحثون من جامعة إكسفورد بدراسة لصحراء شبه الجزيرة العربية، فوجدوا أن هذه الصحراء القاحلة تخفي تحت رمالها شبكة هائلة من الأنهار، وهذا يعني أن هذه المنطقة كانت تعج بالحياة والحركة والكائنات الحية والغابات. يقول العلماء أن هذا الاكتشاف مهم جدا لمعرفة طبيعة الحياة في الصحراء في شبه الجزيرة العربية، وكيف تطورت حياة البشر، وسبب الهجرات البشرية وعلاقتها بالمناخ وتغيراته. تقول الحقيقة العلمية أن صحراء العرب كانت مروجا وأنهارا، ويحاول العلماء استكشاف مستقبل المنطقة، ولكن هؤلاء لا يعرفون أننا نعرف هذه الحقيقة العلمية
التي أخبرنا عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلقد حدثنا عن ماضي ومستقبل هذه الصحراء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم. إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ربط حقيقة يوم القيامة بحقيقة علمية سوف يكتشفها العلماء بعد 14 قرنا، لتكون دليلا على صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسوف أعرض لكم الآن عددا من اللقطات التي صورت عن الأمطار الغزيرة، والتي تحدثت فيها عن حديث المروج والأنهار في جزيرة العرب. وها هي السماء ملبدة بالسحاب أو السحب الكثيفة، وتشاهدون البرق وتسمعون الرعد. وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. وهو حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله. وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده مخاريق من نار يزجر بها السحاب يسوقه حيث أمر الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجرة السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. أخرجه الإمام أحمد في المسند. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.